بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي في مادة الكيمياء الوحدة الثالثة، درس جديد بعنوان التحليل الحجمي أو المعايرة. أخذنا في دروس جديدة في دروس قديمة ما معنى المحاليل وما علاقتها وما هي عدد مولاتها وتراكيزها وحجمها. اليوم سندرس مفهوم جديد هو مفهوم المعايرة. تفاعلات المعايرة كثيرا ما تحدث في الطبيعة دون معرفة أنه تفاعل معايرة أو لا. من أنواعها تفاعلات الأكسدة والإرجاع، حيث تكون تفاعلات الأكسدة والإرجاع هي نوع من أنواع تفاعلات المعايرة عن طريق معرفة تركيز أو حجم الأكسيد الجسم المؤكسد أو الجسم المرجع. أيضا لدينا تفاعلات التعديل بين قوسين حمض أساس، وأيضا لدينا تفاعلات الترسيب. يدرس مفهوم المعايرة حساب التركيز المجهول لمحلول ما عن طريق التحليل الحجمي له مع محلول آخر معلوم أو مدروس التركيز والحجم. إذن ماذا يدرس مفهوم المعايرة؟ يدرس التحليل الحجمي لمحلول ما مجهول التركيز أو الحجم، إما الحجم مجهول أو التركيز مجهول، عن طريق تفاعله مع محلول آخر ذو تركيز وحجم معلومات. إذن نقول تعريف المعايرة: تفاعل حاصل بين محلول مجهول التركيز مع محلول قياسي معلوم التركيز لدراسة التراكيز المجهولة أو المعروفة. أخذنا في هذا التعريف مصطلح جديد وهو المحلول القياسي. ما المقصود بالمحلول القياسي؟ يقصد بالمحلول القياسي أنه محلول ذو تركيز وحجم معلومة بين قوسين تقاس هذا التركيز والحجم بطريقة مباشرة معلومة. أيضا نقول أن أثناء التفاعل الحاصل بين هذا المحلول المجهول والمحلول القياسي، كيف نستدل أو كيف نقول أن التفاعل قد انتهى، أو كيف يتم حساب هذا المحلول المجهول التركيز؟ نقول هناك أثناء التفاعل شيء يسمى نقطة نهاية المعايرة. نقطة نهاية المعايرة وهي لحظة انتهاء التفاعل بين المحلولين. يستدل على ذلك ببعض الكواشف، نستدل على ذلك عن طريق الكواشف. أخذنا أيضا في هذا التعريف مصطلح جديد وهو الكواشف. هي مواد كيميائية لا تدخل في التفاعل بينما عملها هو الاستدلال على نقطة نهاية المعايرة. إذن نقول أن الكاشف يعمل على الاستدلال على نقطة نهاية المعايرة عن طريق تغير لون هذا الكاشف. إذن نقول الكواشف ألوان محددة تتغير عند نهاية المعايرة. سندرس الآن تفاعلات التعديل التي تحدث بين حمض وأساس.
إذن تفاعلات التعادل أو التعديل بين قوسين نكتب أنها تحدث حمض أساس. تفاعلات التعديل تقوم على أن المحلول القياسي والمحلول المجهول يكون المحلول القياسي إما حمض والآخر أساس، أو المحلول القياسي أساس والآخر حمض. إذن يحدث تفاعل بين الحمض والأساس. نقول عند نقطة نهاية المعايرة تكون N حمض، عدد مولات الحمض يساوي عدد مولات الأساس. عن طريق هذا القانون تتم دراسة التراكيز. الآن قبل أن نفوت في التحليل الحجمي لتفاعلات التعديل، لنأخذ تغير ألوان الكواشف في تفاعلات التعادل. لدينا أشهر الكواشف المستخدمة في حياتنا اليومية أو في المخابر الآن هي الفينول، فتالين، وأيضا لدينا ميتيل أورانج. الفينول فتالين والميتيل أورانج هما عبارة عن مواد كيميائية لا تدخل في التفاعل، بينما هي كواشف تدلنا على نقطة نهاية تفاعل التعادل. في الوسط القلوي يكون في الوسط القلوي لون الفينول فتالين أحمر وردي، بينما الميتيل أورانج يكون لون أصفر. في الوسط الحمضي يكون الفينول فتالين لونه شفاف، بينما الميتيل أورانج أحمر. في الوسط المعتدل الفينول فتالين شفاف والميتيل أورانج برتقال. إذا نقول عند تغير لون الكاشف دلالة على نقطة نهاية المعايرة. كيف نستدل على ذلك؟ نقول أن الوسط أصبح حمضيا فتحول لون الفينول فتالين من الأحمر الوردي إلى الشفاف، أو نقول الوسط تحول إلى قلويا يكون الوسط في البداية شفاف أي حمضي يتحول إلى أحمر وردي وبالتالي يصبح قلوي، وبالتالي نستدل على نقطة نهاية تفاعل المعايرة التعديل. الآن لنأخذ مفهوم التحليل الحجمي. لنأخذ مفهوم التحليل الحجمي للتعديل. نقول الآن طلابنا الأعزاء نأخذ بعض القوانين أو بعض المصطلحات. سي يرمز لسي بالرمز التركيز، يقاس مقدراً إما مول في لتر قوة ناقص واحد أو جرام في لتر قوة ناقص واحد. إذن التركيز إما يقاس بالمول في لتر قوة ناقص واحد أو يقاس في جرام في قوة ناقص واحد، تكون هنا التركيز المولي يكون التركيز الجرامي. أيضا لدينا في وهو الحجم، يقاس بالميلي لتر أو باللتر. أيضا لدينا M الكتلة، تقاس بالجرام. أيضا لدينا M كبيرة هي الكتلة المولية. أيضا نقول لدينا تقاس بجرام على المول، تقاس جرام في مول قوة ناقص واحد. أيضا لدينا ماذا لدينا؟
n وهو عدد المولات يقاس بمول. هذه بعض المصطلحات التي تلزمنا عند دراسة التحليل الحجمي لمادة أو لمحلولين أو قيام بتفاعل التعديل، حيث إن حمض يساوي إن أساس، وبالتالي عدد المولات يساوي C في V، C1 في 1 يساوي C2 في 2، أي تركيز الحمض في حجم الحمض يساوي تركيز الأساس في حجم الأساس. بمعرفة المحلول القياسي سواء كان حمض أو أساس، يكون لدينا المحلول الآخر إما مجهول التركيز أو مجهول حجم، وبالتالي يسهل علينا دراسة هذا المحلول. تكون علاقة رياضية من الدرجة الأولى بمجهول واحد، المعالم بطرف والمجاهيل بطرف، ثم نقوم بالنسبة والتناسب. أيضا لدينا القانون الآخر الذي يجب دراسته، هو حساب الكتلة M. M تساوي التركيز مقدرا بمول في لتر قوة ناقص واحد ضرب الكتلة المولية ضرب الحجم، ولكن هنا الحجم يجب أن يقاس باللتر، أي إذا أعطي الحجم هنا مقدرا بالمليلتر نضربه بعشرة قوة ناقص ثلاثة من أجل التحويل إلى لتر. لنأخذ مثال، مثال لدينا لزمة لتعديل 20 ملليلتر من الصود الكاوي NaOH حتى تمام التعديل، 20 ملليلتر من HCl تركيزه، أو 30 ملليلتر من HCl تركيزه 0.1 مول في لتر قوة ناقص واحد. المطلوب واحد، احسب تركيز NaOH. اثنان، احسب كتلة NaOH في المحلول، علما أن كتلة المولية للـ Na تساوي 23، والكتلة المولية للأكسجين تساوي 16، والكتلة المولية للهيدروجين تساوي 1. إذن نقول لزمة لتعديل 20 ملليلتر من NaOH الصود الكاوي حتى تمام التعديل 30 ملليلتر من الـ HCl تركيزه 0.1. هنا طلابنا الأعزاء نقول عن الـ HCl أنه المحلول القياسي، وبالتالي احسب تركيز NaOH. نقول الحل عند نقطة نهاية المعايرة يكون N حمض يساوي N أساس، N حمض N الـ HCl، يعني C في V يساوي C2 في 2. تركيز الحمض 0.1 ضرب V 30 يساوي C2 ضرب V2 20 ميلي لتر. الآن نقول هذا يؤدي C2 تساوي 0.1 ضرب 30 على 20 ويساوي إلى 1.15 مول في لتر قوة ناقص 1. إذن الآن طلابنا الأعزاء
حسبنا تركيز الان او اتش مقدرا بمول في لتر قوه ناقص واحد. الان الطلب الثاني نحسب كتله الان او اتش ام تساوي صفر او سي مقدرا بمول في لتر قوه ناقص واحد والتي تم حسابها قبل قليل مضروبه في الكتله الموليه للان او اتش يتم حسابها من هنا ايضا في حجم الان او اتش 20 ولكن مقدرا باللتر. نقول سي مول في لتر هي 0.15 ضرب ام 23 زائد 16 39 زائد 1 لان الكتله الموليه لان او اتش تساوي 40 ضرب ب 20 ضرب 10 قوه ناقص 3 من اجل التحويل من مليلتر الى لتر. هذا يؤدي انه ام تساوي 0.6 جرام كتله الان او اتش في 20 مليلتر من هذا المحلول. اذا نستطيع من خلال معرفه المحلول القياسي حساب التراكيز المجهوله لمحلول ما، وبالتالي نسمى هذا النوع من تفاعلات المعايره بتفاعلات التعديل. هنا طلابنا الأعزاء نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم.